بسم الله والحمد لله والوفاء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، أسوأ ما يقال هو الأكل. قال يعني الحقيقة اللي ربي يتحدث عنهم، ويتحدث على أشأم من العجماش، الحيوان العجمي الذي لا لغة له، على لغة اللحاة المحي يقارنوا لحاة المحي للإنسان، واللحاة المحي للحيوان وإن كانت قردة. فهو فرق كبير، لأنه عندنا مركز مخصص للتعرف على اللغة وتعلمها والاستفادة منها، وكذلك المهارة في استعمال الكلمات والعلاقات بين الكلمات والعلاقات بين الأحرف والعلاقات بين الأحرف والسكون والحركات، فتح وضم وكسر. نعود إن شاء الله.